تجربة الانضمام لمعسكر الفريق الأول فرصة كبيرة لأي لاعب أن أنت تتمرن مع لعيبة كبار وخبرة مثال قادة علي خصيف وعلي مبخوت وفارس جمع محمد فوزي. هذا شيء كبير لأي لاعب صغير أن يتمرن معهم ونحن نقتدي فيهم، وهذا شيء وايد فخر لأي لاعب. يعني علي مبخوت حالة خاصة لأي لاعب من الأكاديمية، لأنه نشأ وترعرع في أكاديمية نادي الجزيرة، وهذا شيء يعطي دافع لأي لاعب في الأكاديمية أن يشوف علي مبخوت لوين وصل وإنجازات علي مبخوت، يعطي طموح كبير لأي لاعب في أكاديمية نادي الجزيرة. طموحاتي الشخصية أن أول شيء أسعى للاجتهاد أن ألعب مع الفريق الأول وأخذ لي مكان أساسي وأقنع المدرب بمستواي، وثاني شيء هذا على الصعيد المحلي، ثاني شيء على الصعيد المنتخب أن ألعب أو أنضم إلى المنتخب الأول، وهذا حق لأي لاعب مواطن وهدف أي لاعب مواطن أن ينضم للمنتخب الأول وبداية مستقبلي. أكاديمية نادي الجزيرة من أفضل الأكاديميات اللي في الدولة، وتكاد أن تكون الوحيدة المتكاملة من ناحية دراسة واهتمام وتطوير لاعبين ومواهب ومنشآت وأمور فنية، وهذا أكبر مثال على ذلك المنتخبات إلى من 7 إلى 8 لاعبين لكل منتخب من المراحل السنية للفريق الأول، وهذا شيء يحسب للأكاديمية. رأيي في المدرب يورغن من بداية التحاقي في المعسكر اجتمع معي وقال لي على سياسة الفريق أو سياسة للموسم القادم، وقال لنا اجتهد وتمرن وما عنده يعني إذا أنت كبير أو صغير، ما يهم العمر، اجتهد وتلعب تحصل مكان أساسي، لكن اجتهد نصيب، ومدرب يعرف يتعامل مع كافة الأعمار من الكبير للصغير، وهذا الشيء بيفيدنا نحن كصغار. أنا الحمد لله مستقر في نادي الجزيرة من اليوم لمدة 5 سنوات قدام، والاستقرار أهم شيء للاعب، والباقي عليه يشتغل في الملعب من ناحية فنية وبدنية. كلمتي لجمهور فخر أبو ظبي، إن شاء الله نحصل الدعم الكامل منهم ونحقق أهدافنا وأمنياتهم، وهم قدها إن شاء الله، وننتظر دعمهم الكامل في الملعب وإن شاء الله نقدر.